هذه امرأة تسأل، قال ذهبت إلى العراف قبل ما كنت أعرف، يعني قبل أن تكون على علم بأنه كفر وكبير من الكبائر، أريد جواب ماذا أفعل؟ الحمد لله التوبة النصح صافي، غير دير النية أن عمر الإنسان، عمرك ما تعود ترجعي لا العراف ولا الكاهن ولا الساحر، وتوجي الله بالاستغفار كافي صافي، ربي تعالى يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذاك الشرك اللي ما كيغفروش اللي مات به بندم قبل ما يتوب، أما اللي تاب في الدنيا من الشرك صافي انتهى أمره. وهما العرب كانوا كفار كاع كيعبدوا الأصنام نيشان، وسلموا انتهى، وقال لهم سيدنا محمد الإسلام يجب ما قبله. فلذلك حتى المؤمن يعني كل شيء بحال بحال، إذا كان فات منه شركيات، عبادة أوثان، عبادة أضريحة، سؤال موتى، سؤال أحياء على طريق التعبد، وتاب عن ذلك، الله يتوب على من تاب بين السنة والكتاب.